يجب يجب ثم يجب أن تتفقد نفسك أن تكون قدوة حسنة لأولادك. أنا لا أقول نحن كاملون ولا أقول نحن يعني ما نغلط، نغلط بشر، لكن مهما كان اجتهد أن تكون نموذج. والله ما في أجمل أنك إذا غلطت على والدك تقول والله يا ولد ترى أنا غلطت، ترى الكلمة هذه لا ترى غلط. التأثير غير المباشر هو المشكلة، بل هو الخطير. التأثير غير المباشر هو الخطير. لماذا؟ ما معنى التأثير غير المباشر؟ التأثير غير المباشر أنت حينما ترى، مع الأسف حينما ترى ممثلين، ممثل ولا رياضي ولا حتى مغني على الأسف، أو حتى ترى شيخ ولا أستاذ ولا ترى أي شخصية أو حتى مسؤول، لابد فعلا تشوف في أشياء، إما أشياء أحيانا غير مباشرة. كيف غير مباشرة؟ أحيانا تعجب بلباسه، تعجب بحركاته، تعجب بسمته، تعجب بأحيانا إذا كنت يعني رجل جاد تعجب بطريقة إلقائه، تعجب بتخصصه وكيف أنه بارع في فنه، تعجب بأدبه، تعجب بتواضعه، تعجب بانضباطه، بالتزامه، بجديته، أشياء غير مباشرة. وما قال لك أني يعني ما قال، قد سمعت أستاذ يتكلم عن الجدية ويتكلم عن القدوة وعن الأخلاق وعن، لكن لا، أحيانا لا، لما ترى نموذج يمشي أستاذ في الجامعة ولا في المدرسة فعلا ملتزم منضبط، يأتي أول الوقت ولا يخرج إلى آخر الوقت، ومؤدب مع الطلاب، ويعني تشوف أنه يعني فعلا ما يضيع وقت، محترم، ما يؤذي، لطيف، أشياء كثيرة جدا. هو قد يكون قصدها وقد يكون لا، الله أعطاه الخلق الحسن، وكان ينبغي حقيقة أن نوصي أن المعلم يكون قدوة في التزامه، في أدبه، في نظره، حتى رائحته يا أخي، حتى في فمه يكون حسن، نظيف الأسنان، نظيف الملبس، نظيف، مطلوب هذا. الرسول كان من أنظف الرجال أبدا، ليس ويحب الطيب ويحب العسل ويحب الله الطيب ويكره الكريه. حتى قال لي أصحابي حيا لما جاءوا، كان المسجد ضيق كما تعلمون وضاق وصار فيه رائحة لما يجون يصلون سواء الفروض أو الجمعة، قال لو أن أحدكم كذا وكذا طيبة من أهلي وكذا. فلا شك نحن نوصي بأن يكون على شيء حسن، لكن حيا لا يكون غير مقصود. إذن هنا كما قلنا طبيعة النفس تميل للتقليد، ولهذا التأثير غير المباشر هو الخطير. التأثير غير المباشر في القدوة هو الخطير. ولهذا أول وصية توجه لمن؟ للآباء والأمهات. يجب يجب ثم يجب أن تتفقد نفسك أن تكون قدوة حسنة لأولادك. أنا لا أقول نحن كاملون ولا أقول نحن يعني ما نغلط، نغلط بشر، لكن مهما كان اجتهد أن تكون نموذج. والله ما في أجمل أنك إذا غلطت على والدك تقول والله يا ولدي ترى أنا غلطت، ترى الكلمة هذه لا ترى غلط، تكون حسن، تكون وقور حتى عند أولادك، لا ترى تمزح معهم، لكن يبقى في 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 تعلمهم الأدب، تعلمهم الاحترام، الانضباط. يعني عندنا يا نحن المسلمين عموما وحسب منطقتنا أكثر، عندنا إهمال شديد، سواء في أوقاتنا، في حفظ طريقة أعمالنا، مذاكراتنا، في أولادنا، في بناتنا، في لباسنا، عندنا تقصير. لكن حينما يكون الأب نموذج والأم نموذج، ما يحتاج تعطي نصائح،